وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي عامل حالة غضب كبيرة بسبب نكتة قالها عن زوجته خلال حفل استقبال في 10 داونينج ستريت مقر الحكومة البريطانية لعدد من السياسيين والوزراء. وزير الداخلية فالملك يعني اللي هو المفروض يكون بيحافظ على أمن وسلامة البلد خلال حديثه مع أحد ضيوف الحفل الرسمي هذا حب أنه ينكت وقال أنه بيضيف القليل من مخدر الرهنول وهو مخدر شائع واستعماله في حالات الاغتصاب وبيسمى أصلا مخدر الاغتصاب إنه بيضيف كمية قليلة لشراب زوجته بشكل خفيف كل ليلة وبسخرية حكى أنه ليس من غير القانوني يعني إضافة شوية من المخدر لشرابها. غير كده قال أنه الزوجة المثالية بتكون دائما مخدرة حتى ما تشوف رجال أفضل من زوجها. المهم أنه الكلام هذا كشفت عنه صحيفة ساندي ميرور البريطانية وهي كشفت هذا الكلام من هنا وطبعا ولع الجدل من هنا وفي مطالبات ضده بتقديم استقالته وناشطات ومنظمات حقوقية حكوا أنه كيف يقدروا ضحايا الاغتصاب أنهم يثقوا في شخص بيأخذ هكذا نوع من الكلام أو من الأمور وبيمزح فيها بشكل عادي. يعني الوزير اعتذر بعدها ببيان جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم وقال فيه إنه هذه كانت محادثة خاصة وحكى فيها نكتة وهذه النكتة جات ككوميديا سوداء وما قصد شيء فيها.